طبعا كلنا تابعنا الاقتحامات اللي حصلت في البنوك اللبنانية، ويمكن كان يعني من حوالي كمان ساعتين كان هناك اقتحام، وصل إجمالي هذه الاقتحامات لعشر حوادث تقريبا خلال يومين أو يمكن أكتر، أسمته وسائل الإعلام اللبنانية حرب الودائع. طبعا كلنا نعي الـ يعني القيود اللي كانت مفروضة على المواطنين اللبنانيين من 2019 على مسألة صرف الفلوس ودائعهم داخل البنوك. فكمان جمعية مصارف لبنان أعلنت إغلاق جميع المصارف في بيروت لمدة 3 أيام، وده بعد ما تكرر عمليات الاقتحام للمصارف من قبل مودعين للمطالبة بأموالهم. ويمكن كلنا شفنا الحادثة الشهيرة الخاصة بالفتاة اللي راحت البنك بمسدس وهمي علشان تقدر إنها تحصل على فلوس من الوديعة الدولارية بتاعتها، وشفنا الحالة طبعا الإنسانية اللي هي كانت بتمر بيها، وشفنا صورها، صور أختها داخل المستشفى اللي كانت مصابة بالسرطان ومحتاجة فلوسها علشان تقدر إنها تعالج أختها. يعني المواطنين اللبنانيين من 2019 هم مفروض عليهم بعض القيود داخل المصارف، ومصارف بيروت ما بين سندان الأزمة المالية ومطرقة غضب المودعين. عايزين نقترب أكتر ونعرف كيف يبدو الوضع الآن في لبنان. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ أحمد سنجاب، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تضعنا كده في الصورة كيف تبدو الأوضاع في بيروت ورد فعل الناس على مسألة غلق المصارف لمدة 3 أيام. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على جميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة النهاردة كان يوم عصيب جدا جدا في لبنان، من الايام اللي سيظل اللبنانيون وجميع الشعوب العربيه فاكراها لفتره طويله، لان هناك احداث متزامنه لاقتحام عدد من المصارف تحت تهديد السلاح واحتجاز رهائن وعمليات تفاوض استمرت لغايه من ساعه تقريبا. يعني في بنك في منطقه اسمها طريق الجديده في بيروت استمر احتجاز الرهائن اكثر من 10 ساعات حتى تم الافراج عنهم واطلاق سراحهم، وبنك اخر كان قديم ساعه. يعني الملاحظ النهارده ان حتى عمليات احتجاز الرهائن استمرت لفترات طويله جدا جدا. طبعا الشارع منقسم، يعني هناك من يؤيد بشكل كامل مطالب المودعين بحيث ان هي دي اموالهم اللي موجوده في البنوك وانهم رايحين يستردوها. صحيح. وفي جانب اخر بيرى ان الاسترداد لا يكون بهذه الطريقه، لان ده كمان بيضر بمصالح المودعين اللي ما حملوش السلاح وتوجهوا للبنوك ايضا. الحقيقه كان في برضه عدد من الاجراءات المتخذه على الصعيد الامني، كان في اجتماع مهم جدا لوزير الداخليه مع مجلس الامن المركزي، كان من منذ دقائق معدوده اصدر النائب العام اللبناني تكليفا لجميع الاجهزه الامنيه بملاحقه كل مرتكبي هذه الوقائع. هناك هل الخيار الامني هو الخيار امام السلطه اللبنانيه، واحنا بنتكلم على انه احنا داخلين على يعني كمان فراغ رئاسي مع الفراغ الحكومي، بنتكلم على شهر بيفصلنا عن استحقاق رئاسي جديد. بالضبط، يعني هي ملاحظه مهمه جدا جدا، وخصوصا ان حجز اموال المدعين في البنوك ده امر مستمر من حوالي عن 3 سنين. ولكن ما يحرك الامر في هذا التوقيت هو غياب اي رؤيه لرد هذه الاموال. يعني مع تولي حكومه نجيب ميقاتي في شهر 9 الماضي كانت هناك امال كبيره بان الدوله تقدر تتوصل لخطه للانقاذ والتعافي تتضمن رد اموال المودعين حتى لو على جدولتها على مدى سنوات. صحيح. ويمكن كان هناك اليوم تصريح لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف انه وصلنا لهذا الوضع لانه الدوله لم تعرف حلا لقضايا المودعين منذ 3 سنوات. بالضبط، يعني الازمه الاقتصاديه والسياسيه ليس من المستحيل الخروج منها، ولكن هو ما يعرقل الخروج من هذه الازمه هي الخلافات السياسيه العميقه وتقديم بعض المصالح الحزبيه او الطائفيه انجاز التعبير على المصلحه العليا. فاحنا بنشوف النهارده ان ما حدث من اقتحامات للبنوك هو امر يهدد الاستقرار المجتمعي في الشارع اللبناني، وخصوصا بقى يعني احنا عندنا النهارده بس حوالي عن 4 حالات موثقه لاقتحام البنوك، كان عندنا حالتين من
اول امبارح، كان عندنا حالتين كمان، حاله في شهر اغسطس الماضي وحاله في شهر يناير. رغم هذه الحالات الموثقه ان خرجت انباء عن عمليات اكثر من ذلك بكثير، يعني لدرجه ان في بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بتتحدث عن 10 حالات اقتحام في يوم واحد، لكن حتى الان الحالات الموثقه هي 4 حالات، لكن هناك من يريد التضخيم من الامر. وبالفعل اشار وزير الداخليه النهارده في مؤتمره الصحفي الى من يحرك هذه الامور، وحتى النائب العام في بيانه اللي صدر منذ دقائق تحدث ايضا لم على حد تعبير انه في يعني يمكن مكاشفات، لكن انه الموضوع يبقى سري دلوقتي فلم يصرح بعد. بالضبط، تحقيقات قيد، قال ان الموضوع قيد التحقيق، ولكن هناك بالتاكيد يعني بناء على تصريحات وزير الداخليه وبناء على بيان السيد النائب العام، فهناك تفكير او هناك توجه ان هناك من يحرك هذه الامور عن عمد، ولكن في النهايه النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ان وصل سعر الدولار في السوق الموازيه ل 38500 ليره. بزيادة كبيرة جدا عن متوسط السعر أمس، هينعكس ده طبعا على أسعار الوقود اللي باتت مسعرة في لبنان بالكامل وفقا لسعر السوق الموازية وليس وفقا للسعر الرسمي. الأسعار برضو في كل السلع وفي السوبر ماركت وفي الأسواق برضو مسعرة بالسعر السوق الغير الرسمي، فبالتالي ليه انعكاسات كبيرة جدا على الشارع. شفنا النهاردة برضو مشهد جديد من قطع الطرق، عودة قطع الطرق في بعض المناطق، فبالتأكيد هو أمر بيضر بالأمن الاجتماعي في لبنان، وهذا مؤشر خطير جدا خصوصا في هذا التوقيت اللي فيه المقبلين فيه على فراغ رئاسي في ظل فراغ حكومي، لأن من يسير الأعمال حاليا هي حكومة مستقيلة. فأعتقد أن الصورة بالكامل لا تحتاج إلى مثل هذا الحراك في هذا التوقيت. أمال أين المخرج برأيك أستاذ أحمد؟ في رأيي هو المخرج الأول هو الاتفاق السياسي. يعني من الأمور المؤسفة جدا في الشارع اللبناني النهارده إن كان في جلسة مهمة لمجلس النواب، وهي جلسة عمل لمناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي، يعني احنا في شهر 9 شهر سبتمبر ولا يزال البرلمان يناقش موازنة شهر عام 2022. ولم يتوصل مجلس النواب إلى اتفاقات، وحدث شد وجذب في المجلس، انسحب عدد من النواب، سقطت الجلسه، دعوا لجلسه اخرى يوم 26 سبتمبر على امل ان يتوصلوا للاتفاق بشان الموازنه. فالمخرج الاساسي هو الاتفاق بين القوى السياسيه، هو تغليب مصلحه الدوله ومصلحه المواطنين، وبعد ذلك كل الامور هينه وسهله، ومسار التعافي ومسار الخروج من الازمه واضح وسهل ومتفق عليه من الجميع. ولكن تجريد هذا المسار من المصالح الحزبية والمصالح الشخصية والمصالح الخاصة. طيب عايز أسأل حضرتك عن موظفين الدولة، وهل بيقبضوا مرتباتهم بشكل منتظم؟ الحقيقة هو موظفين الدولة كان من شهر يونيو اللي فات كان دخلوا بدأوا في إضراب مفتوح عن العمل بسبب تدني الأجور، وبعد ذلك وصلوا إلى حل مؤقت يضمن لهم الأجور لمدة شهرين، أغسطس وسبتمبر. فكان الهدف الاساسي من الاطراف اقرار الموازنه ان يتم مضاعفه اجورهم 3 أضعاف وبس بعد اقرار الموازنه. فتاجيل الموازنه وغياب الرؤيه بيجعل ان مفعول المسكن اللي خلاهم يرجعوا للعمل اللي هو لمده شهرين يوشك على الانتهاء دون تقدم حقيقي في الموازنه. فبالتالي ده برضو امر مقلق، ومش عارفين برضو هيكون التعامل معاه ازاي في حال لو لم يتم اقرار الموازنه، وده سيناريو صعب جدا وصعب التكهن بنتائجه خلال الفتره اللي جايه. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سنجاب مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في بيروت، شكرا جزيلا على وجودك معنا.